ولد الشيخ محمد الغزالي في أسرة فقيرة مرتبطة بالأرض والقرآن في 22 من سبتمبر عام 1917 بقرية نكل العنب بمحافظة البحيرة. سماه والده محمدا الغزالي تيمنا بالشيخ أبي حامد صاحب إحياء علوم الدين وفيلسوف الإسلام الذي ترك بصمات عظيمة في التراث والفكر الإسلامي. حفظ القرآن في العاشرة وتعلق به فبات رفيق طفولته وأنيس سجنه وزاد فكره. وعن صحبته مع القرآن يقول: كنت أتدرب على إجادة الحفظ بالتلاوة في غدوي ورواحي، وأختم القرآن في تتابع صلواتي وقبل نومي وفي وحدتي، وأذكر أنني ختمته أثناء اعتقالي، فقد كان القرآن مؤنسا في تلك الوحدة الموحشة. بعد نيله شهادة الثانوية الأزهرية التحق بكلية أصول الدين فنال الشهادة العالية ثم الماجستير في الدعوة والإرشاد، وما لبث أن تحصل على الدكتوراه في 1943 ولما يتجاوز 26. تتلمذ الإمام الغزالي على رعيل من علماء مصر الكبار كالشيخ عبد العظيم الزرقاني والشيخ محمد أبو زهرة والدكتور محمد يوسف موسى والشيخ محمد المدني. أوقد الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في قلب العالم الشاب جذوة الشوق لنهضة الإسلام والتحرر من نير الاستبداد والاستعمار، فكانت بداياته مع القلم والأدب في مجلة الإخوان المسلمين. يروي الغزالي عن لقائه الأول بالبنا: وكان من عادتي لزوم مسجد عبد الرحمن بن هرمز حيث أقوم بمذاكرة دروسي، وذات مساء نهض شاب لا أعرفه يلقي على الناس موعظة قصيرة شرحا للحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان حديثا مؤثرا يصل إلى القلب، ومنذ تلك الساعة توثقت علاقتي به، واستمر عملي في ميدان الكفاح الإسلامي مع هذا الرجل العظيم إلى أن استشهد عام 1949. دخل الشيخ الغزالي السجن مع الإخوان المسلمين وأوذي في سبيل دعوته. ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي بأنه كان إمام السجن وقارئه الذي يهز شغاف القلوب في غسق الفجر وظلمات الزنازين الكاحلة التي زارها الغزالي أكثر من مرة منذ عام 1949. أحيا الغزالي فكر العالم الأندلسي أبي محمد بن حزم ومواقفه المعتدلة من الفكر والفن والانتصار لقيم الاجتهاد والحرية. جادل علماء السعودية حين انتدب مدرسا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مدافعا عن العقل والحرية والفكر والتعددية، ما ألب عليه مشايخ السلفية فانتفضوا في الرد عليه غاضبين. دافع الغزالي عن مواقفه المستنيرة من أرضية الفقه والواقع معتبرا أن الحملات الشرسة التي تشن على الإسلام تستدعي نظرة شمولية أكثر مرونة وتيسيرا على الناس. أخي الأستاذ يوسف القرضاوي يعلم أني واجهت عاصفة من السباب والاتهامات بعد كتاب الأخير السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ومع أن الكتاب كان يتناول عدة موضوعات وقضايا فإن قضية المرأة وحدها هي التي سببت لي المشكلات. أثار كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث
جدلا حادا مع مشايخ السلفية في العالم العربي، فتتالت عليه الردود حتى وصلت إلى 14 كتابا. وصل الغزالي إلى الجزائر عام 1984 لتولي رئاسة جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية. هناك احتضن الشباب الجزائري التائه بين الفرنكفونية المتطرفة والسلفية الجامحة، أشرف على المجلس العلمي لجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية في قسنطينة، ولعب دورا في إنضاج الساحة الإسلامية هناك عبر مشاركاته المتعددة في الندوات أو برنامجه الأسبوعي الشهير على التلفزيون الجزائري حديث الاثنين. حارب الشيخ الغزالي العلمانية على جبهات عديدة، ومن ذلك مناظرته الشهيرة برفقة يوسف القرضاوي ومحمد عمارة مع الكاتب المصري فرج فودة، ونقده لمحمد أركون الذي اعتبر القرآن خطابا لغويا لا أكثر. جمع الغزالي في أسلوبه بين صرامة الباحث ودقة الفقيه، وبين ربانية الواعظ وخيال الأديب. عقل مستنير يقظ وقلب مفعم بالتعلق بالإسلام والغيرة عليه والتوق إلى رفعته واستنهاض همم شعوبه ليواجهوا واقعهم ويصلحوه ويستردوا صدارتهم بين الأمم. أني صاحب دعوة لا أقاتل أبدا لإكراه الناس عليه، صاحب دعوة لا يعنيني بتة أن يخاصمني الناس فيها، وإنما يعنيني أن أتعامل وإياهم بالعدل. فلو أن إنسانا قال لي أنا أكرهك وأكره كلامك ولا أحب أن أسمع، نقول له أنت حر. بعد حياة عامرة بالفكر والاجتهاد والدعوة، توفي الغزالي عام 1996 في المدينة المنورة، ودفن بين قبري الإمامين الجليلين نافع ومالك بن أنس إمام دار الهجرة.